للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. دكتورة هداب، بداية مرحبا بك. هناك معوقات ربما اقتصادية تمنع إخراج بغداد منذ أكثر من 12 سنة من تصنيف المدن المنعدمة الرفاهية، يعني كيف تعلقين على ذلك؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة نعم أتفق معك جدا، لأن هذا يعتمد أساسا على مؤشر التنمية البشرية اللي هو بالاختصار HDI، يتراوح قيمته بين 0 و1، وطبعا يعني هذا المتعارف عليه أنه يستطيعون من خلاله أن يعملون على أخذ بمجموعة من المقاييس اللي هي تتمثل بمعدل عمر الفرد، مستوى تعلمه، حصته من الدخل القومي الإجمالي، وبالتالي أمد الحياة التي سوف يعيشها من ولادته حتى مماته. حدد في التقارير الدولية الأخيرة، حدد بسن الفرد العراقي 69.6 سنة، وبالتالي يعني هذا السن اللي هو 69 وبعض الكسور، هذه كانت بالمقارنة مع القبل كانت تصل إلى معدل الفرد العراقي أو سن يعني منذ ولادته حتى مماته يصل إلى أكثر من هذا، يصل حوالي إلى فوق 70 وأكثر من 70 في أحيان في سنوات كان أيضا يصل إلى 75 سنة. فإذا هذا المركب اللي هو يعتمد عليه من 2004 إلى حد الآن لم تتوضح سمات أي شيء من التطور الاجتماعي واقتصاد ما نطلق عليه باقتصاد الرفاهية للمواطن، لم تحقق الدولة أي تطور، وبالتالي كانت هنالك معدلات متراجعة في عمر الفرد، في مستوى تعلمه، وفي مستوى مجمل الحياة الاجتماعية، مدى مشاركته في الحياة الاجتماعية، نسبة الأمية، نسبة التعلم وكيفية التعلم وما هي حصته من التعلم، يعني ليس التعلم فقط القراءة والكتابة. هذه كلها المقاييس تراجع عنها العراق منذ 2003 إلى يومنا هذا، وبالتالي أدت هذه النتيجة. يعني لطالما الكثير من التظاهرات اندلعت المطالبة بالإصلاحات فيما مضى، والآن التظاهرات الحالية التي تطالب بمطالب الخدمات الأساسية وغيرها، هذا التقرير، تقرير الإيكونوميست، يعني الذي يحث أو يركز على الصحة والتعليم والبيئة والأمن، كل هذه تعد من المطالب التي نادى بها المتظاهرون، كيف ستكون ردة فعل الحكومة من وجهة نظرك؟ نعم، هي يعني بالتأكيد أن الحكومة يجب أن تتخذ، الحكومة القادمة لنقل، لأن احنا الآن في الوقت الضائع من عمر الحكومة، فبالتالي الحكومة القادمة يجب أن تفكر بشكل جلي وبشكل واضح أن كيفية أن تضع أسس وأهداف للتنمية البشرية، وليس فقط تفكر بمن يأخذ من كراسي أكثر من شخص الآخر أو من الحزب الآخر. هنا نقطة جدا مهمة، إذا لم تأخذ الحكومة المقبلة في نظر الاعتبار بهذه المؤشرات، مؤشر الفقر، تراجع يجب أن تعمل على تراجع الفقر، يجب أن تعمل على رفع حصة الفرد من الدخل القابل للتصرف به، يعني أن يكون لديه دخل وبالتالي يستطيع أن يعمل على الإنفاق ويتبقى منه هذا الدخل وليس فقط على قدر معيشته. هذا من جانب، من جانب آخر يجب أن لا يكون مستوى الفقر، خط الفقر محدد بكد دولارات ونص، وفي الحال في حقيقة الأحوال عندنا في العراق دولار ونص وأقل من هذا بكثير، يعني يجب أن تفكر الدولة بشكل جدي في رفع كل هذه المستويات وأن تعمل عليها. هذا إذا كانت هي صدق عازمة عن أن تأخذ خطوات جدية. ما الذي يمنع الحكومة من التفكير رغم امتلاك العراق موازنات مليارية؟ يعني هنالك، يعني هنالك كما نلاحظ تراجع كثير من قبل الدولة، قد لا يمنعها شيء، يعني هو توجد موارد مالية ويوجد أكيد أناس يستطيعوا أن يعملوا على تخطيط لأفضل، ولكن لا يوجد هنالك وضع خطى أو سياسات اقتصادية وتخطيطية صحيحة، وبالتالي هنالك سوء في إدارة كل المعالم الموجودة في الاقتصاد العراقي وكل المعطيات، سوء تعامل معها، سوء تعامل في المعطيات
ولا أحد يفكر بشكل صحيح وجدي. يعني احنا تنقصنا الان الجديه والمسؤوليه وكيفيه اتخاذ القرار الصحيح ومن هم الناس الصحيحين الذي يجب ان يتم اختيارهم. كل هذه الامور يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار وليس باعتبار ان قصه هذا وذاك يجب ان تكون اكثر وبالتالي ان تكون حصته اكبر في الحكومه المقبله. نعم، الاكاديميه والباحثه في العلاقات الاقتصاديه الدوليه الدكتوره هداب فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لك.